أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن استقبال اللاجئين خط أحمر. وأكد العاهل الأردني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أكد أن محاولات التهجير القسري للفلسطينيين والتسبب بنزوحهم أمر مرفوض سيدفع بالمنطقة إلى كارثة أخرى. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فقد ذكر العاهل الأردني في تصريحات له أن مئات الآلاف في غزة لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية. ناشد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور ناشد الدول الأعضاء بمجلس الأمن بالاسترشاد بقواعد القانون الدولي الإنساني، وألا يرسلوا رسالة مفادها أن حياة الفلسطينيين غير مهمة. جاء ذلك عقب رفض مجلس الأمن تبني مشروع القرار الروسي الذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، بعد أن صوت لصالحه 5 أعضاء فقط، وعارضته 4 دول وامتنعت 6 دول عن التصويت. وشدد منصور على ضرورة وقف الهجوم على الشعب الفلسطيني والسماح بالوصول الفوري للمساعدات إلى قطاع غزة ووقف التهجير الإجباري للفلسطينيين. يعقد قادة الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا يهدف إلى التوافق على نهج موحد تجاه الوضع في الشرق الأوسط وتصعيد الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين. كما ستبحث القمة تداعيات المحتملة الخطيرة على القارة من جراء الأزمة، ويركز القادة في اجتماعهم على محاولة التخفيف من التداعيات المحتملة للأزمة وسط توقعات واسعة النطاق بهجوم إسرائيلي بري وشيك على غزة. كما تستضيف العاصمة العمانية مسقط اليوم الدورة الاستثنائية 43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. ومن المتوقع أن تشهد فعاليات المجلس بحث آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين. هنيئا له الشهادة. مفيش وصف لحجم الدمار اللي احنا فيه. زهر هي شايفة معها ورد مسجدها. استشهد عشرات الفلسطينيين في مجزرتين ارتكبتهما سلطات الاحتلال الإسرائيلية في محافظتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة. استهدفت طائرات الاحتلال منزلا بمحافظة رفح، ما أسفر عن استشهاد 28 فلسطينيا. كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة من الاستهدافات بمحافظة خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 23 فلسطينيا وإصابة 50 آخرين. هذا واستشهد 7 فلسطينيين وأصيب 12 في قصف إسرائيلي على منزل بدير البلح. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2837 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري. وأوضحت الصحة الفلسطينية أن عدد المصابين ارتفع إلى 12,000 شخص. وبحسب الدفاع المدني الفلسطيني، فإن أكثر من 1000 شخص مفقودون تحت أنقاض المباني المدمرة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في مختلف أنحاء القطاع. ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر الإخلاء هناك
يمكن أن يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية المتمثلة في النقل القسري للمدنيين. من جانبه حذر برنامج الأغذية العالمية من تدهور الأوضاع في قطاع غزة في كل دقيقة تمر، مشيرا إلى أن مخزون الغذاء في متاجر القطاع يكفي 4 أو 5 أيام فقط. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 58 فلسطينيا غالبيتهم عمال من قطاع غزة في الضفة الغربية. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدرسة في مدينة حلحول شمال محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، واعتقلت من داخلها 30 عاملا من قطاع غزة، وكان العمال قد أجبروا على مغادرة أماكن عملهم في أراضي 48 وتعرضوا للعنف والاضطهاد، ولم يتسنى لهم العودة إلى القطاع، كما اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا من أنحاء محافظة الخليل، فيما جرى اعتقال 13 آخرين من محافظة بيت لحم. ومن محافظة نابلس الشمالية جرى اعتقال فلسطينيين 2، أحدهما أسير محرر بعد مداهمة منزليهما. عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا. تناول الاجتماع صورة الوضع الإنساني في غزة بما في ذلك الاحتياجات المطلوبة على نحو عاجل قبل انهيار الوضع وتدهوره إلى أزمة صحية وإنسانية شاملة غير مسبوقة. واتفق الطرفان خلال الاجتماع على أن الحرب الجارية على المدنيين في غزة دون أي قواعد وبلا أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني. هذا وقالت وكالة أونروا إن عدد النازحين من غزة بلغ ما يقرب 1 مليون شخص منذ بدء التصعيد، منهم أكثر من 400 ألف يقيمون في منشآتها. وأضافت الوكالة أن غالبية النازحين انتقلوا إلى الجنوب، ولكن لا يزال هناك نازحون في المناطق الشمالية من القطاع الذي يعاني عدم وجود طعام وشراب ووقود وأدوية وأي نوع آخر من المساعدات. وأكد توما أن أي وكالة تابعة للأمم المتحدة لم تتمكن من إدخال أي إمدادات إلى قطاع غزة، ودعت الرفع الفوري للحصار للسماح بتقديم المساعدة الإنسانية.